عايز احاول اخلص البلاستيك على حصتين، النهارده وحصه كمان، يعني النهارده وحصه كمان كده احاول اخلص البلاستيك عشان نفسي ابدا المسالك، يعني عايز ابدا المسالك فاهمني، عشان بعد كده يبقى يعني نبقى شايلين هم الجي اي تي، يبقى البلك اللي عندنا الحقيقي الجي اي تي هو ده البلك الحقيقي، الباقي حاجات اصغر. يا مسهل يا رب. وصلت حاجات الهاند انجري، اول حاجه المالت الاميرجنسي، يعني الهاند انجري ممكن تكون جزء من البولي تروماتايزد بيشنت. اعتقد ان محمود بيظبط مواعيد العظم كده، هقول لكم عليها ان شاء الله، هو بيظبط مواعيد العظم وهقول لكم عليها. هو بس اللي انا عايزكم عليه تفهموه، يعني ما فيش حد يبقى عصبي، يعني فكر في الحاجه كويس، وبعد ما تفكر في الحاجه كويس احنا مع بعض احنا عارفين، يعني هتخلص نوتس الكليه، يعني نوتس الكليه مش فارقه عن الكتاب بتاع القصر العيني الا فراكشرز معينه هي مكبره فيها ومطنشه فراكشرز تانية، يعني حاجات بسيطه طلعت من الفروق، حاجات بسيطه مش كتير يعني. فعلى بال ما يخلص العظم هتبقى الحاجتين متغطيين ان شاء الله، النوتس بتاعت الكليه وكتاب القصر العيني الاثنين هيبقوا متغطيين ان شاء الله، وهتبقى الحاجه ان شاء الله كويس محدش يقلق. هو بس في اسئله ام سي كيو الاسم بينزل منها، يعني في اسئله ام سي كيو معينه ولا اسئله الام سي كيو اللي نزلت في امتحانات السنين اللي فاتت، يعني هم ليهم اسئله ام سي كيو معينه بينزلوا منها، ولا اسئله الام اس كيو بتاعت السنه اللي فاتت، ولا الام اس كيو بتاعت السنين اللي فاتت، يعني اعتقد ان هم بينزلوا ام اس كيوهات غير معروفه السورس، غير معروفه المصدر، يعني لان كل مره انتوا بتوع العظم بيلبسوا، يعني هو الفروج هاند في الميت بالمر سبيس انفكشن، لو هم قالوا هتيجي من نوتس خلاص ما فيش مشكله خالص، هتلاقوا النوتس كل النوت بتاعتهم دي كلها متغطيه ان شاء الله، هتلاقي النوتس بتاعتهم كلها متغطيه. بيمتحنكوا اشعاعات زي الاول يا اولاد ولا لا؟ بيمتحنكوا اشعاعات زي الاول ولا كله ام اس كيو؟ ان شاء الله الليكشرز دي هو طبعا كان بيمتحنكوا زمان اشعاعات يعني، لكن ان شاء الله يعني على بال ما حصص العظم دي تخلص هتبقى النوتس كلها خلصت وكتاب القصر العيني كله خلصان. ممكن بيسال ام اس كيو هي بس ما فيش اشعاعات، يعني ما فيش امتحان اشعاعات يوريك اشعه ويديك عليها ام اس كيو هي، يعني فيها أشعة وعليها أسئلة. طيب يبقى معنى كده إن كل 15 يوم، يعني كل راوند هيبقى ليه أعداد أشعة وإم إس كيو. خلاص يبقى كل راوند ليه غير المحاضرات بتاعت العظم دي أعداد أشعة وإم إس كيو إن شاء الله. هنشوف يعني إحنا هنبدأ إن شاء الله أعداد العظم كده ونشوف هيحصل إيه. اصبروا ونشوف هيحصل إيه، إحنا هننزل ولا مش هننزل، ولا الدنيا عاملة إزاي، يعني هنشوف. اصبروا يا ولاد، الصبر كويس، الصبر كويس. انت رافع ايدك يا خالد، رافع ايدك يلا. حتى اللي خلص العظم، كل الناس هتحضر. That treating the hand infection you immobilize in the rest position but in the book it is written immobilize. هو في البوك مكتوب ان في الايرلي كيسز resting position، وبعد الاكيوت فيز ما تعدي بنحطها في البوزيشن اوف فانكشن. الحقيقه احنا بنحط الهاند في البوزيشن اوف ريست ما عدا التينوساينوفايتس. التينوساينوفايتس بس اللي بنحطها في البوزيشن اوف فانكشن، يعني التينوساينوفايتس بس اللي بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن. بس هو الكتاب عندكم كاتب انها بتتحط في البوزيشن اوف ريست في الاكيوت فيز، وبعد ما الاكيوت فيز تعدي بنحطها في البوزيشن اوف فانكشن. بس الحقيقه احنا في البراكتس بنحط الهاند في البوزيشن اوف ريست، بنحطها في البوزيشن فانكشن في التينوساينوفايتس بالظبط. هي قالت بس كانت بتقول ان في ابيسود ثانيه للكورونا في شهر 3، هو ده البق اللي هي قالته يعني. يا عبد الرحمن ان شاء الله المذكره كلها هتتغطى يا حبيبي، المذكره كلها هتتغطى، ما تخافش يا حبيبي، كل المذكره هتتغطى ان شاء الله، يعني المذكره كلها هتتغطى وهيدرسها لكم حد بتاع عظم كمان، فما تخافش يا حبيبي. نبدا بقى يا اولاد، متهيألي احنا خدنا الحاجات دي صح؟ مش احنا خدنا السلايد ده بتاع ان حد يكون صباعه اتقطع او ايده اتقطعت، وان احنا بنحطها في كيس وفي درجه حراره 4 مش كده؟ وخدنا السلايد ده كمان لما حد يبقى عنده سب انجل هيماتوما بنعمل له دريلنج،
واتفرجنا على الفيديو ده هو بيحاول يعمل دريلينج عشان يشفط الهيماتوما، ودخلنا على البرنسبل اوف هاند انجري، وقلنا ان احنا بنعمل انيسيزيا جنرال انيسيزيا او انترافيلوكال انترافينوس انيسيزيا جنرال انيسيزيا او لوكال انترافينوس انيسيزيا، بان احنا نحط التورنيكي على الدراع وبعدين نحقن الماده المخدره انترافينوس، فيخدر الدراع بس. بيخدر الدراع بس ليه؟ لان انا حاطط التورنيكي، فالتورنيكي مانع الماده المخدره انها تعدي، فانا بحط التورنيكي اقفل الدراع السيركيليشن في الدراع واحقن الوريد انترافينوس، فالدراع بس اللي ايه اللي يتخدر يعني. او ان انا اعمل نيرف بلوك، نيرف بلوك بقى يعمل بريكال بلكسس بلوك مثلا فخدر الدراع كله، او اعمل بلوك للانا نيرف والريديال نيرف والميديال نيرف، هنا حاجه اسمها ريست بلوك، ريست بلوك فخدر الايد كلها. او ان انا احقن الماده المخدره دايرين داير حوالين الصباع اسمها رينج انيسيزيا فخدر الصباع. يعني هذه الطرق اللي ممكن ايه ابنج بيها في وانا بشتغل في هاند انفكشن او بشتغل على الابر لم. واتفقنا ان احنا بنحط تورنيكي، وان التورنيكي ده لازم يبقى ريليزد ويزين 1 اور، يعني لازم في خلال ساعه اكون فكيت التورنيكي عشان الايد ما تبقاش اسكيميك، فاهمين على ده؟ وانا بحط التورنيكي ليه؟ عشان انا بحب اشتغل في بلادلس فيلد، يعني بحب احط التورنيكي ليه؟ عشان احنا نحب نشتغل في بلادلس فيلد، يعني الجراح هو شغال مفيش دم يخر عليه، مفيش دم يخر عليه عشان يشوف حلو، عشان يشوف حلو، فهو مش عايز دم يخر عليه. بنقعد نغسل كل طول ما احنا شغالين، نغسل بسلاين، نشتغل ونغسل بسلاين عشان الفيلد يبقى جميل زي الاناتومي، ابقى شايف اناتومي، ابقى شايف الاناتومي بعيني، مفيش دم بيخر عليا، لو خر حبه دم صغيرين بغسل دايما بسلاين فالدنيا نظيفه. بعمل ديبرايدمنت، يعني اي نسيج انا شايف مثلا ان هو مات من الانفكشن بشيله، اي نسيج مات من الانفكشن بشيله. وكنا قلنا البريكوشن ده اولاد ان انا ممكن اربط الريديال ارتري واعتمد في النيتريشن اوف ذا هاند على الانر ارتري، ممكن اربط الانر ارتري واعتمد في النيتريشن اوف ذا هاند على الريديال ارتري ثانكس تو ذا بالمر ارش، ثانكس تو ذا سوبرفيشال اند ديب بالمر ارش، تخليني ممكن اربط شريان واعتمد في النيتريشن بتاع الهاند على الشريان التاني. طيب لو في نيرف متعور، لو في نيرف متعور في الهاند، ديبندز الجرح تايدي ولا ان تايدي. يعني ايه تايدي يا اولاد؟ يعني قشطه. تايدي يعني جرح قشطه، ان تايدي يعني جرح مش قشطه، جرح تايدي يعني جرح قشطه، جرح ان تايدي يعني جرح سوري جاي. يعني ايه جرح قشطه وجرح يعني في نيكروتيك تيشو ولا لا؟ يعني لو الجرح فيه نيكروتيك تيشو يبقى ان تايدي، لو الجرح ما فيهوش نيكروتيك تيشو يبقى تايدي. فمثلا لو انا بعمل عمليه مثلا سي بعمل باروتيدكتومي وبعدين الفيشيال نيرف اتعور مني، ده جرح تايدي ولا ان تايدي؟ تايدي تمام، لان انا متعقم والعام متعقم والالات متعقمه ومفيش نيكروتيك تيشو موجوده، ده كله شارب ديسكشن، وبعدين الفيشيال نيرف اتعور، فبصراحه ربنا هصلحه واحط جرافت. حتى انتوا عارفين بنحط جرافت من الشورال نيرف او الجريت اوريكولار نيرف، نحط جرافت من الشورال نيرف او الجريت اوريكولار نيرف. امال لو واحد داست على رجله عربيه او دبابه فجاله جرح متهتك، جرح متهتك مليان انسجه اتطحنت اتفرمت، انسجه اتفرمت مليان نيكروتيك تيشو، هو ده جرح ان تايدي ولا تايدي؟ ده ان تايدي. الجرح لما يبقى ان تايدي ما بصلحش النيرف، ما بصلحش لانه هيفك، لو صلحته هيفك، الانسجه بوتنشالي انفكتد وادمتس هتفك، عشان كده بنعلم عليه بسلك اسود كده او كليبسات بس بنعلم عليه ونقرب الاطراف من بعض، وبعد كده بفتح بقى لما الجرح ينضف والانسجه تبقى نظيفه وبتاع ممكن افتح عليه حاجه اسمها ديليد ريبير، ديليد ريبير افتح عليه ليتر اون. في ناس تحب تفتح مثلا بعد اسبوعين يفتح عليه يصلحه، فاهمين اولاد؟ لما الانسجه بتاعت النيرف تبقى طف ناشفه ات كان هولد السوتشر، تقدر تمسك في الغرز، يعني تقدر تمسك في الغرز. وانا بقى دلوقتي بفتح الجرح اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، يعني انا دلوقتي بقى هفتح الجرح اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، فاهمين على ده؟ لا. التندون زي النيرف برضه، لو الجرح تايدي خيطه على طول، لو الجرح ان تايدي ديلايد ريبير،
يعني اعلم على الاطراف بتاعت التندون واقربها من بعض كده عشان اطرافه ما تتوهش مني، يعني جاست ابروكسيميشن كده، وبعدين بصلحه ليتر اون لما التندون ينشف كده والدنيا حواليه تنشف وبتاع، وما فيش انفكشن وما فيش حاجه، بخش اصلحه. يعني النرف والتندون يتصلحوا لو جرح تايدي، النرف والتندون لو جرح ان تايدي يتعمل لهم ديلايد ريبير، يتعمل لهم ديلايد ريبير، يتعلم على الاطراف بس كده بكليبسات او سلكه، كليبسات او سلكه، وبعدين ليتر اون ابقى اخش بقى ايه اصلحه. طبعا العظم بيتشرع بيتصلح على طول. هو ايه اللي مقطوع في الصوره ده يا ولاد؟ ايه اللي مقطوع في الصوره دي؟ تندون، يعني تندون ماسك في الاكستنسور اكسبانشن، جدع يا باز، تندون ماسك في الاكستنسور اكسبانشن، يعني ده تندون ماسك في الاكستنسور اكسبانشن، يعني ده مثلا ممكن يكون التندون بتاع الاكستنسور ديجيتورم او الاكستنسور انديسيز او الاكستنسور انديسيز وماسك في الاكستنسور اكسبانشن وبعدين اتعور. مثلا الفينجر تيب انجري، الفينجر تيب انجري ده واحد، الفينجر تيب انجري ده واحد باب العربيه اتقفل عليه مثلا فطرف الصابع اتقطع، يعني فينجر تيب انجري ده واحد اتقفل عليه باب العربيه فطرف الصابع اتقطع، فطرف الصابع لما يتقطع كده يطير. في سؤال بقى، هو العظمه باينه ولا مش باينه؟ يعني ممكن تكون المشكله سكين لوس بس، سكين لوس بس العظمه مش باينه، وممكن تكون المشكله ان لوس اوف سكين اند سبكيتينس تيشو والعظمه باينه. تفرق معايا ايه فينجر تيب انجري؟ العظمه باينه ولا مش باينه؟ فلاب ولا جرافت؟ جدع شاطر يا لينا، فلاب ولا جرافت؟ انت عارفين احنا ما نقدرش نحط جرافت على عظمه، العظمه ما ترشحش، ما نقدرش نحط جرافت على عظمه، فاهمين؟ لا العظمه ما ترشحش، لا العظمه ولا التندون ولا الكارتريج، الحاجات دي كلها ما بترشحش، لازم نحط فلاب، فاهمين يا ولاد؟ لكن لو الجلد بس اللي طاير كده والعظمه مش باينه وبتاع ممكن احط جرافت، سبريك جرافت، فول سيكنس جرافت، فاهمين يا ولاد؟ انما لو العظمه باينه لا لازم اعمل فلابه، لو العظمه باينه لازم اعمل فلابه. فلابه دي باخدها من الصباع اللي جنبها، يعني انت عارفين الحركه دي يقولوا عليها روتيشنال فلاب، من الصابع اللي جنبه، عارفين بقى، وبعدين اخيط كده وبعدين استنى ما يحصل لها تيك وبعدين اقطع الوصله. فاكرين يا اولاد الموضوع الجرافت والفلاب؟ يعني ممكن اخد فلابه من الصابع اللي جنبه، فلابه من الصابع اللي جنبه واستنى ما يحصل لها تيك وبعدين اقطعها، او نقطع جروح تريانجولار كده واعمل ادفانسمنت فلاب، يعني اخد جلد من الجنب ده والجنب ده واقفلهم على بعض كده، اخد جلد من الجنب ده والجنب ده اقفلهم على بعض. حاجه اسمها في واي، في واي فلاب، بس مش مشكله، يعني مش هي دي قضيتي، يعني المهم ان انا هعمل فلابه، يعمل فلابه من الجلد بتاع نفس الصباع، يعمل فلابه من الصباع اللي جنبه. التركه كلها العظمه باينه ولا مش باينه، يعني هو سكين لوس اونلي ولا امبيتيشن، سكين لوس اونلي ولا امبيتيشن، فاهمين يا ولاد؟ ممكن نقفل الجلد، الجلد يتقفل من غير تنشن، ولو مثلا بايتس عضه او كونتامينيتد ووند بيتر تو بي ليفت اوبن عشان ما يجيلوش تيتانوس ولا جاز جنجرين. يعني لو لقيت الجرح كونتامينيتد قوي وانتايدي، انتايدي ممكن تسيب الجرح مفتوح، يعني تنضفه وتسيبه مفتوح، سيبه مفتوح عشان ما يجيش فيه تيتانوس ولا جاز جنجرين، ونبقى نقفله بعد كده، حاجه اسمها ديليد برايمري كلوجر، فاهمين يا ولاد؟ يعني يستحسن دايما نقفل الجلد من غير تنشن، من غير تنشن ليه؟ عشان ما يفتحش تاني، لو قفلت الجلد اندر تنشن، لو قفلت الجلد اندر تنشن هيفتح تاني، يستحسن اقفل الجلد من غير تنشن، يستحسن اقفل الجلد من غير تنشن، فاهمين يا ولاد؟ لا ولو جرح يعني انتايدي، انتايدي ما نضفه، نضفه بس ما تستعجلش في انك تقفل عشان خاطر ما يجيليش تيتانس ولا جاز جنجرين، بنعمل حاجه اسمها ديلايد برايمري ايه كلوجر. الصفحه دي فكرتها كلها العظمه عريانه ولا لا؟ الصفحه دي يا ولاد فكرتها كلها العظمه عريانه ولا لا؟ العظمه مش عريانه هحط جرافت، العظمه عريانه هحط فلاب، لان انا ما اقدرش احط جرافت على عظمه، فاهمين يا ولاد؟ الجلد ما بيتقفلش اندر تنشن، الجلد ما بيتقفلش اندر تنشن، ولو الجرح انتايدي ممكن ما اقفلوش خالص واسيبه مفتوحه غير عليه كده شويه لغايه ما اطمن ان ما فيش انفكشن ولا تيتانوس ولا جاز جنجرين بعدين اقفل. بوست اوبرتيف كير
بيقول لك ان الايد تتحط في البوزيشن اوف فانكشن، يعني في الهاند انجري، يعني في الهاند انفكشن دايما يقول لك في العام في الاكيوت فيز بيتحط في البوزيشن اوف ريست، وبعد ما الاكيوت فيز يعدي يتحط في البوزيشن اوف فانكشن. في الهاند انجري بتتحط في البوزيشن اوف فانكشن، في الهاند انجري بتتحط في البوزيشن اوف فانكشن. متقاربو فارينجيال جوينت فليكسد والانتر فارينجيال جوينت از اكستندد، والايد الريست اكستندد شويه. طبعا عارفين حركه ان انا مرفع الايد كده ما تورمش، يعني لو واحد رجله بتورم فانا بقول له ارفع رجلك، لو واحد ايده بتورم بقول له ارفع ايدك، لو واحد مناخيره بتورم بقول له يرفع مناخيره. فاهمين على قد قاعده عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. وبعدين في السيرابي بقى تو ريستور الفانكشن، يعني بعد ما الدنيا تخف وبتاع يبدا يعمل في السيرابي كده تو ريستور الفانكشن بتاعت ايده. يعني البوست اوبرتيف كير ده في حاجه صعبه ولا لا؟ بوزيشن اوف فانكشن اليفيشن اوف ذا هاند في السيرابي، بوزيشن اوف فانكشن اليفيشن اوف ذا هاند في السيرابي، بوزيشن اوف فانكشن اليفيشن اوف ذا هاند في السيرابي، بوزيشن اوف فانكشن اليفيشن اوف ذا هاند في السيرابي. بيخافوا يا سلوان ان لو حطوها في البوزيشن اوف ريست يحصل فايبروزيس ويبقى بيرزيستنت تو كلو هاند، بيخافوا يعني مثلا في التينوساينوفايتس في التهاب حوالين التندون بيخافوا يحصل فايبروزيس ويحصل كلونج، فيبقى فرد الصابع بعد كده صعب، يعني يكون ان الصابع يتفرد بعد كده صعب. فلما بيكون هاند انجري او هاند انفكشن بالذات التينوساينوفايتس بنفضل نحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن عشان خاطر ما يحصلش هيلينج فايبروزيس وكلونج، ما يحصلش هيلينج فايبروزيس وكلونج. نيجي لحته الفيس امبريولوجي. وشنا ولاد بيتعمل بحاجه اسمها فرونتو نيزال بروسيس، وبعدين يقفلوا اتنين ماكسيلاري بروسيس، وبعدين اتنين مانديبلر بروسيس. مش فاهمك يا ساره، مش فاهم. يعني الانسجه الميته بتبان قوي من الانسجه الصحيه، الانسجه الميته لونها بيل، لونها بيل، ولما بنتش فيها بتوز دو فورسبس ما بتخرج دم، يعني الانسجه الميته بتبان قوي من الانسجه الصحيه. فانا مش فاهم اي سؤال خالص. يعني لو الجرح فيه انسجه ميته بتبان، بتبان، بيبقى الانسجه بيل كده ولما بنتش فيها بتوز دو فورسبس وما بتخرجش دم، لكن الانسجه الصحيه لونها احمر ولما نتش فيها بتخر دم على طول. اوكي. يا ندى انا قلت في الهاند انفكشن مكتوب عندكم في كتاب القصر العيني ان في الاكيوت فيز يعني بعد ما بنضف الصديد على طول بنحط الهاند في البوزيشن اوف ريست، ولما الفتره اللي فيها الوجع الشديد يروح بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن. وبعدين انا قلت لكم ان احنا في البراكتس بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن بس في التينوساينوفايتس، بنخف التينوساينوفايتس بالذات للتندون يحصل حواليه فايبروس وكش. انما في الهاند انجري بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن، في الهاند انجري بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن. اوكي يا ندى. نقول تاني يا ندى، في الاكيوت فيز مكتوب في القصر العيني في الاكيوت فيز بنحط الهاند في البوزيشن اوف ريست عشان في بيبقى في وجع جامد، ولما المنطقه الاكيوت دي اللي هي وجع جامد تتحسن بنحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن. لكن في الهاند انجري البوزيشن اوف فانكشن، البوزيشن اوف فانكشن مستو ايه؟ انه ما يعملش فايبروزيس وكلونج. البوزيشن